حكاية الليلة فيها أحداث لهما صادمة وصعيبة على إنسانة في بداية العشرينات كدوز منهم. صاحبة الحكاية غادي تقدم لها واحد الإنسان للزواج، ولكن قبل عقد القران ديالهم كان إنذار لها بلي أنه هاد الشخص راه غلط، ورغم داكشي استمرت وتزوجت به. وهنا غادي تكون الطامة الكبرى، شخص جمعت فيه جميع أنواع كلمات الفساد. أي كلمة طاحت لكم في راسكم كاينة في هاد الإنسان، خيانة، غدر، كذب، كل شيء. النهاية ديال هاد القصة صادمة، واللي غادي نقول لكم فيها ما تمشوا فين باش تسمعوها وتستافدوا من الأحداث ديالها. سلام سلام ومرحبا بكم على قناتنا اليوتيوب سلامي لي. كنتمنى لكم تكونوا بخير وعلى خير واموركم هانيه. شكرا شكرا من اعماق قلبي على التفاعل ديالكم مع اخر فيديو. التعليق ديالكم الرائعه غرقتوني بالحب بمعنى الكلمه، والحمد لله حتى نتوما تاثرتوا معايا وحسيتوا بالقصه، وكان هذا هو الهدف انكم تحسوا بداكشي اللي كنشارك معكم. شكرا على دعمكم، شكرا على وجودكم. ما غاديش نطول عليكم في هذه المقدمه، لحقيتش القصه ديال اليوم طويله ومليئه بالاحداث. ولهذا قبل ما نبداو كيف العاده غادي نقول لكم ما تنسوش انكم تضغطوا على زر الاعجاب لتحت، هذا كتشجيع منكم ليا. ودابا نقول لكم لنبدا. صاحبه القصه كتقول سميتي فاطمه الزهراء، كبرت في فيلاج اللي هو صغير ديال واحد مدينة صغيرة مع دارنا اللي كتكون من الاب والام وثلاثة ديال خوتي وانا. كنتمي لعائلة اللي هي محافظة على قد الحال. با وخوتي ذكورة معاملتهم كانت صعيبة شوية، ولكن الحمد لله رباوني مزيان. قريت في هذاك الفيلاج حتى شديت الباك ديالي، من بعد درت لافاك اللي بعيدة على الفيلاج ب 50 كيلومتر، كنت نمشي في الطوبيس ونجي. خوتي كانوا رافضين انني نقرا في لافاك، على عكس با بغاني نقرا، وبحكم انه كانوا تيجيوني الخطاب وكنت تنرفض حيتاش تحد ما عجبني فيهم، قال لي با ما تبقيش جالسة في الدار، يا الزواج يا القراية. فاختاريت القراية، درت لافاك ودوزت العام الاول وما كنتش غادا فيه مزيان، مع العلم انه المسيرة الدراسية ديالي كانت مزيانة حتى خديت الباك. العام الثاني كذلك ومثال، ولكن في هذه السنة بالضبط من العام الثاني كانت عندي 20 سنة، وانا غدا لافاك غادي يوقف عليا واحد الشاب ما تعرفني ما تنعرفو، قال لي على اساس انني عجبته وبغاني الزواج، عطيته لمرتي وتفارقنا. بالعشية فاش مشيت للدار غادي يدوي ليا ويأكد ليا بلي انه فعلا باغيني الحلال. من موراها بثلاث ايام غادي يجي لدارنا ويتكلم مع الوالدية ويقول لهم على اساس انه هو من مدينة بعيدة، غادي يرجع لدارنا من بعد 15 يوم، غادي نديرو خطوبة رسمية وعقد، اتفقنا على حتى نديرو العرس عاد غادي نقدر نمشي معاه. ولكن من بعدها بخمس ايام اكتشفت انا وعائلتي شي حوايج عليه وطلقت منه. تعذبت بزاف لما طلقت، خصوصا من كلام الناس وكلام العائله وبلي انه طلاق عيب، وما رضيتش لا انا لا والديا. عطيت وعد والديا ولنفسي انني نصلح هذا الغلط ديال اننا نثقوا بشخص غريب وزرب علينا. هادشي غادي يخلينا هاد المره حنا كاملين غادي نرحلوا للمدينه ونستقروا فيها. ورجعت لقرايتي، با غادي يرهل لينا الدار غادي نسكن فيها انا وامي، وبا كيخدم في واحد المدينه واحده اخرى، مره كيجي كيزورنا. هاد المره ما رجعتش لافاك، ولكن رجعت نقرا في واحد المعهد او واحد المدرسه. رجعت كنقرا بواحد النفس نتاع باغا ننجح، بديت كنقرا مزيان. رجعت فاطمه الزهراء ديال الاول ديال يامات الثانوي اللي كتاكل الكتب ديولها. قرايتي هي الاولى، كنتهلا في راسي، وليت انا ومستقبلي هما اهم حاجه واول حاجه. غلطت اجي نصلح غلطتي. بقيت غاده مزيان بنقاط زوينين، نجحت كندوز ستاجات ومستمره في الدراسه ديالي حتى لبدايه هاد السنه. واحد النهار من بعد صلاه الظهر كنت مقلقه حيت وقع لي واحد المشكل بسيط في الستاج. ماما كانت عند اختي، فبقيت كنبكي وكندعي الله باش انه ييسر ليا ويعوضني حتى على اللي فات، حيت بقى فيا حتى داك الطلاق الاول. حتى حسيت براسي تنفست وليت بخير. وهذه نصيحه لكل من كيسمعني، اي واحد كيحس راسو ما مزيانش يكفيه عن تجربه، يكفيه انه يتوضا، يتقبل القبلة، يصلي شحال ما بغى، ويجلس كيذكر الله ويتكلم مع مولانا بجميع اللغات ديالو. وتاكدوا من بعد هذه الخلوه اللي غادي دير فيها ساعه ولا شحال ما بغيتي، الروح ديالك غادي تطمئن وغادي ترتاح. هذه كانت بين قوسين. نكملوا في قصتنا. كتقول فاطمه الزهراء ساليت خرجت نلحق على ماما اللي عند اختي، وانا في طريقي غادي نتلاقى بواحد الدري اللي هو من بلادي اللي كبر مني وكنا قرينا في نفس الثانويه. شافني تبعني واحد المسافه اللي هي طويله من دارنا للدار تاع اختي اللي انا فضلت فيها انني ما نشد لا طاكسي لا والو باش نسرح رجلي. وقف عليا، اهلا فلانه لاباس، اهلا فلان، الحمد لله كلشي على خير. ودينا وجبنا في الهضره شويه، قال لي راه قالوا لي تزوجتي، قلت له اييه وراه ما سهلش الله، وعاودت ليه شنو وقع. قال لي انا راني وليت خدام في البلاصه الفلانيه. وحنا كنجمعوا غادي يقول لي فاطمه الزهراء انت تبارك الله عليك بنت زوينه وكتعجبيني من ايامات الثانويه، والله يعمرها دار وبنت عائله نقيه، واش تزوجي بيا؟ حدي قلت لك كلمه واحده، خلي لي نمرتك حتى نفكر. قال لي صافي واخ. من هذاك النهار بالضبط وحنا كنتلاقاو يوميا،
ماشي يوميا تاع مرة في النهار. فبحكم أنه كان ساكن حدانا كنا كنتلاقاو صباح عشية وسط النهار ما كنتفرقوش، وعلاقتنا كانت مبنية على الزواج. كان يجي يطرقني لدارنا، يوصلني للمدرسة عادي يمشي لخدمته، ويعاود يجيبني نتغداو بزوج، كيمشي الخدمة في العشية وتيدوز عندي باش نخرج أنا وياه ويعاود يرجعني. هاد الشي يوميا لمدة 5 شهور. صراحة كان إنسان اللي هو ملاك ومنسجم معايا ومتفاهمين والثقة، وما كنتفرقوش حتى تعلقت به، مبقى كيبان لي حتى شي حد من غيره هو. فهاد 5 شهور رهنا الدار، فرشناها على دقنا، ودرنا فراش اللي هو واعر كيف تمنيت وكيف حلمت به. فرحنا وما قدني فرحه، شنا الخاتم الحوايج ومهلي فيها بزاف. ما تزوجش به على طمع، ولكن تعلقت به فعلا وحسيت بلي انني تنبغيه. ولكن في هاد المده نتاع 5 شهور غادي نحصل عليه الخيانه 2 ديال المرات مع بنات اللي هما دون المستوى اعزكم الله، وراكم عارفين معامن. المره الاولى اللي حصلتو فيها تخاصمنا وقررت باش انني نتفرق معاه. بدات يطلبني وكيطلب صحاباتي وكيعتذر، وقال لي بلي انه على اساس انه ناوي معايا الزواج وما يقدرش يتقرب مني، داكشي اللي خلاه انه يمشي مع واحده اخرى. تيقته وسمحت ليه. المره الثانيه غادي يعاود يخوني، وقررت عاوتاني هذه المره نتفرق معاه. بدات يجلس لي حدا الدار ويبات في الطوموبيل ويمشي عند صحاباتي، اولا كيتعرض ليا في الزنقه وكيبكي. انا صافي قررت كيف دارها المره الاولى غادي يقدر يعاودها ويولفها، ولا كيبان ليا دون المستوى، خصوصا النوع مع من تيمشي ولا مع من تيخوني. غادي يحلف لي بالقران، المهم حلف لا خلاني ولا استسلم. غادي نقول هاد المره اجي نعطيه فرصه واحده اخرى، وحتى انا ولفته، ولكن غادي نقول ليه بشروط، انه يبدل النمره والفيسبوك ويحلف لي في القران. يقدر يجيكم هاد الشيء تافه، ولكن هذا هو الحل اللي لقيت، حيت عند بالي كل شيء تيخاف من الله وما يقدرش يتجرأ من بعد ما وعدني بكلام الله. بدل النمره ديال التليفون الفيسبوك، وانا كنت معاه حتى دار هاد الشيء كله، ورجعت معاه. نهار ديال العيد الصغير جا لدارنا هو خواتاتو وعائلتو وكبروا بيا، وانا كنت فرحانه لواحد الدرجه ما كتصورش. من بعد اسبوع على المجي ديالو عائلتو غادي يجيو باش نديرو خطبه اللي على حقها وطريقها. كبر بيا والدهاز جابوا لي كيف ما تمنيتو، العائله الصحابات كلشي معايا. هذاك النهار بغيت نطير من الفرحه، تنقول الله سيدي ربي عودنا على بزاف ديال الامور الحمد لله. اليوم الثاني بغينا نمشيو نديرو العقد انا وبابا وهو وبابا. قال لي عافاك فاطمه الزهراء، بلا ما يسرقوا الناس باللي انك فايت لك مزوجه، واخا غير بالورقه، خلي هذا الامر بقى بيناتنا وبين والدينا. قلت لي صافي واخا، المهم راه فراس والديك. من بعد ما دخلنا عند العدول اللي هو صاحب بابا وتنعرفوه، غادي يسبق لعنده وجرو، قال لي عافاك ما تقولش قدام بابا بلي فاطمه الزهراء فايت لها مطلقه، راه ما بغيتهمش يعرفوا. وانا كان قال لي بلي انه راه قالها ليهم. العدول بحكم انه تعرفني غادي يعيط ليا، وقال لي بنتي بغيت ندوي معاك اجي واحد دقيقه. قلت لي ياه مي واخا، جرني لمكتب اخر وقال لي راه راجلك. هاشنو قال لي تما؟ انا وقفت داكشي كله، مشيت للمكتب اللي فيه جالس هو وباه وبابا، عيطت على بابا، بابا عافاك اجي واحد دقيقه. قال لي نعم بنتي ياك لاباس. قلت له هذا العقد ما بقيتش بغيت نديرو. قال لي علاش؟ قلت له داك السيد راه كذاب، وها شنو قال لي العدول، وانا ما مستعداش نعاود الغلط نتاع الاول. انا هذه المره بغيت زواجي يتبنى على الصدق والوضوح، انا ما درت حتى شي ذنب في الماضي ديالي ولا حتى شي خطا باش انه ما يعترفش بيا او لا يكذب على والديه. قال لي بابا لا راه بينتي يبغيك ويقدر يكون خاف يقولها ليهم ويخسرك. قلت له لا بابا، انا بغيتهم يعرفوا، واذا ما بغاونيش صافي الله يعاونهم. المهم فاش تعطلنا غادي يخلط علينا بابا ويسولني مالك بنتي. قلت ليه راه كنحس بلي انا ما مستعداش ندير العقد اليوم، ناجلو الاسبوع الجاي عافاك عمي. قال لي لا بنتي غادي نديرو اليوم. وبقى تيطلبني، راجلي غادي يجي، وبقى عليا عافاك وانا كنبغيك، وتيبوسني فوق راسي ويدي وكيعنقني قدام با وبابا. حشمت ودرنا العقد. كنت هذاك النهار قاريه من العدول مباشره غادي نمشي للمدرسه بالعشيه. جا طرقني وقال لي غادي نمشيو نتعشاو عند اختي حيتاش خوتي والعائله مجموعين كيتسناونا. قلت لي صافي واخ، باقا كنعقل على هذا النهار مزيان. مشينا تعشينا، فرحوا بيا كبروا بيا، واخا كانوا ناس بساط المهم حسيت بهم بلي انهم فرحوا لي بزاف. بالليل غادي نبغي نرجع في حالي، قال لي يلا معايا راكي دابا مرتي وشحال وانا صابر معاك. قلت لي لا، حنا في التقاليد ديالنا انه البنت ما كتلحق على راجلها حتى كدير العرس، وحنا اصلا راه حددنا فوقاش العرس، وديك الساعه اكيد غادي نمشي معاك فين ما بغيتي انت. المهم بقى تيحكر عليا ولاصقني وكيطلب فيا كيف العاده. وافقت، وصلني للدار عند والديا. قلتها لماما، قالت لي راه حشومه بنتي. قلت لها لا راه راجلي ماما وعندي الحق ورحنا درنا العقد. قالت لي صافي واخا اللي بغيتي يا بنتي ديريه. هزيت حوايجي ومشيت. دازو تفاصيل هذيك الليله لله داعي لذكرهم. اليوم التالي غادي نسافروا، غادي نمشيو لمدينه واحده اخرى. مشينا للفندق، فرحت حيتاش سافرت مع الراجل اللي تنبغي ولا راجلي. اليوم التالي رجعنا بالليل لدارنا اللي فرشنا، وغادي يحاول يتخرب مني مره اخرى، ولكن هذه المره كانت بطريقه ليا غير صحيحه، اللي فيها غادي يجيني نزيف جد جد حاد
وطلبت منه باش انه يديني للسبيطار حيتاش الامر كان تيبان ليا خطير. مشينا والنزيف ما حبش، سبقوني انا الاولى في السبيطار. الطبيبه جات عندي كتجري قالت لي ضروري خاصك ديري واحد العمليه والا غادي تموتي حيتاش تقاس لك واحد العرق. تخلعت ورفضت، قالت لي الطبيبه اذا ما بغيتيش ضروري تسليني انا واحد الورقه باللي غادي تحملي المسؤوليه نتاع هذا القرار. الدرجه اللي تيطلبني وطلعوني للبلوك، داروا لي البنش وداروا لي العمليه. قالت لي الطبيبه بلي انا وخاصني نبات في السبيطار. قلت لها لا حيتاش انا غدا قاريه وفطر نتاع الامتحانات، علما انه عمرني ما غيبت على المدرسه. قالت لي لا ضروري تباتي مع البنش، وكان هذا اول مره غادي نتغيب على المدرسه. الصباح جات عندي الطبيبه قالت لي فين كتعرفي هذا؟ قلت لها كيفاش فين تنعرفو، هذا راه راجلي. ما تيقاتنيش، قالت لي ما يمكنش. قلت لها والله حتى راجلي قدامه هو واقف كيسمع. قالت لي راه هاد خينا كل مره جايب وحده وكل وحده واش من مونتيف باش جايبها. قلتها بالطريقه ديال الضحك وهي تخرج. ديك الساعه قال لي راه غير تلفت لها مع شي واحد، راه ماشي انا. بدا يدخل وكيخرج في الهضره، وكيف العاده تيقته وما كان تيقش الناس. خرجت من السبيطار وداني الدار ديالي انا وياه، وتغيبت على امتحان وانا ما بغيت حتى شي حد باش انا نوثق الخبر، فما قلت لدارنا والو حيت حشمت. خرجوا خلاني وانا باقا تحت تاثير البنش، ما لقيت حتى اللي مد لي كاس الماء، ما غادي يجي حتى العشيه. قلت الحشومه عليك خليتيني وانا مريضه، وانا ما يمكنش نبقى بوحدي، ديني لدارنا عافاك. غادي يديني بسهوله. كيف دخلت ماما واختي كيف شافوني تخلعوا كنت صفره، قالوا لي فاطمه مالك؟ قلت لهم والو. بقاو تيبزوا عليا وقلت لهم الحقيقه. ما ودات كتخاسم، قالت لي جلسي في الدار حتى تبراي ومن وقع لك هذا الشيء علمينا. المهم قلت لها صافي انا غادي نجلس. جلست نهار وجا لعندي قال لي غادي نديك، علما انه الطبيبه قالت لنا بلي خاصني نرتاح لمده 40 يوم، ولكن ماشي هذا الشيء اللي كان. المهم دوزنا 15 يوم مزيانه، انا تنقرا وهو تيخدم، بلي كنتلاقاو مع بعضنا تنقي نعاود عليه اي واحد تلاقيتو، نشكروا الوالديه صحباتي حتى ولا عزيز عليهم. من بعد 15 يوم واحد النهار بالصباح كان وجد باش نمشي للمدرسه، وهو كيوجد باش يمشي للخدمه، وحنا عندنا التليفونات بحال بحال. صدفه غادي نهز ليه التليفون ديالو بالغلط ونديه معايا للمدرسه، وكذلك هو مثال مع تليفوني. دخلت للقسم لقيت النمره ديال با كتصل، كنقول واه النمره ديال با انا كاتبه في تليفوني على عمي، علاش دابا تمسحات؟ حليت التليفون لقيتو ديالو هو، قلت ويلي شنو درت، هزيت ليه التليفون ديالو. المهم خواتاتو بقاو تيصونيو، ما سكتش هذاك التليفون. واحد الوقت قلت للاستاذه عافاك بغيت نخرج نجاوب ضروري، خرجت جاوبت اختو قلت لها سلام انا فاطمه الزهراء، راه التليفون ديال فلان بقى عندي بالغلط مع الوحده خانا خارجه وغادي نعطيه ليه. غوتات عليا وقالت لي ما تهزيش ليه التليفون ديالو، قلت لها لا راه والله لا غير بالغلط. من بعد صافي قطعات. من بعدها بزاف ديال الرسائل والاتصالات اللي كيجيو، صراحه تغريت وضرني راسني وقلبت ليه، قلبت ليه تليفونه. دخلت كنلقى خواتاتو تيقولوا ليه خدمه ما خدمه، فلوس ما الفلوس. دخلت وقريت الميساجات، هو الباترونه ديالو وراجلها، وكنلقى السيد اللي هو راجلي سرق الخدمه 47 مليون، مبلغ كبير اللي ما داش مره واحده. وبحكم انه الباترونه ديالو كتثق فيه فكل مره كان تيهز واحد المبلغ حتى وصل 47 مليون. فجات اللجنة وجات كتحسب لقات الفلوس مشات وهو يعترف ليهم، هادشي اللي عرفت من بعد. المهم انا تصدمت في هذاك النهار، حصة دوزتها كلها وانا ساهية، شوي غادي يوصلني ميساج واحد اخر دخلت بغيت نقراه حيت كنت محتاجة نعرف اشنو واقع. تخيلوا لقيت اختو مصيفطة اوجو اللي كانت بغات تصيفطو لاختها الاخرى، وصدقات مصيفطة لخوها كتسب فيا وبلي انا راني هزه لي التليفون ديالو ودايره فيه ما بغيت وكتعير فيا. صراحه كان بيني وبين خوتو الاحترام. من بعد داك الميساج تصدمت مره اخرى، وصلت وحده قلت كنتسنى فيه ما جاش ليا، صاحبتي غادي توصلني وبنت لها خير ساهيه. قالت لي مالك فاطمه زهره؟ قلت لها شنو وقع شنو وقع؟ عاودت لها غير على الميساج ديال اختو، قالت لي واجهيها قولي لها. فعلا عيطت لوسي وقلت لها حشومه عليك على الكلام اللي كتبتي، قالت لي لا راه خير بالغلط راه ماشي عليك، راه ولا تندويو غير على الباترونات ديال الخدمه. المهم مشيت لداري وبقيت كنبكي، وقلت ليه بلي راني ما درت لخوتك والو وانا تنحترمهم، وتليفونك راني هزيتو غير بالغلط. تخيلوا غادي يقول لي بالحرف خواتاتي راه مسمومات وراس حارات وعزيز عليهم صداع وانا تنبغيك، مسحي في هادشي كله. درت فيه قلت حشوم عليك تقول هاد الكلام على خواتاتك، قلت ليه شوف غادي ندير بحال ما وقع والو، مره اخرى هاد الكلام ما نبقاش نسمعك تقولوا على خواتاتك كيف قلتي عليهم واحد النهار تقولوا عليا. المهم ثاني عندهم هذاك النهار مازال وبقاو عليا والله حبيبه داك الاوديو ما عليك. درت راسي مكلخه وما فهمش وزعما انا اللي غلط وفهمتهم غلط، حنيت الراس وقلت على قبل علاقتي به وعلى قبل راحتي غادي نتنازل وندير بحال ما وقع والو. ماما واختي اللي كنت كنعاود لهم التفاصيل ديال حياتي ما حاولتش نشارك معاهم هادشي، غير تيسولوني تنقول لهم راني بخير. المهم بقينا هكاك، سولت على الفلوس بدا كيدخل وكيخرج في الهضره، قال لي لا راه هذاك غير كريدي، بدا تيعطيني اعذار
وما فهمش صراحه الموضوع. اما خواتاتو قالوا لي راه هذا الكريدي وبلي حنا تنحاولوا نجمعوا ليه. انا فاطمه الهبيله غادي نعطي صداقي اللي هو 10000 درهم، رجعتو ليه وعطيتو حتى الذهب كله اللي باعو، عطيت ليه كل شيء. بقينا عايشين هكاك واحد 15 يوم وحده اخرى، السيد ولا واحد اخر كندوي ليه ما تيجاوبنيش. والله العظيم اذا بعد مرات تقدر يوصل اتصالات ديالي حتى ل 100 مره والله ما كيجاوب. قبل الزواج كنت غير تنوي باش انني صوني ليه، كنلقاه ديجا معيط ليا، ما بقاش مسوق ليا، ما مهتمش بيا، ندخل ولا نخرج عادي عنده. كنحاول انني نبارخ في الماكياج باش نشوف الردات ديال الفعل ديالو واش كيغير ولا لا، ما مسوقش ولا ميت القلب. تنقول ليه غادي نخرج مع صحاباتي، تيقول لي هاكي الفلوس غير خرجي، بغى غير فوقاش يتهنى مني. ما درت ليه والو، مهل ليا في داري في حياتي في راسي. واحد النهار خرجت من المدرسه مع 6 ما بقاش تيجي ليا، فاش وصلت ما لقيتوش، بقيت كنصوني ليه ما كيجاوبنيش على شحال من محاوله. قلت ليه شنو بغيتي تعشى، قال لي ما بغيت والو. قلت ليه صافي واخا، مشيت تكيت باش نعس. عاد هو جا طلبت منه نخرجوا نتمشاو واحد شويه من الدار حيت عييت من الحفاضه والستريس ديال المدرسه. قال لي ما فياش، واخا طلبته دخلت البيت باش نعس. مع 12 هو يقول لي فاطمه انا خارج. ياك قلتي ما فيك لي يخرج، انا خارج نقضي واحد الغرض ونجي. قلت ليه عافاك ديني معاك، قال لي جلسي في حالك. تقلقت وحبست وتناقشنا، مشيت للكوزينه كان حاط فيها التليفون ديالو كيتشارجا، بداو كيوصلوا فيه الميساجات، هو ملاهي مع التلفازه في الصالون وانا ندخل لتليفونه. اش غادي نقول لكم، النمر اللي مسحت ليه كلهم قبل ما نتزوجوا رجعهم بنفس السميه. تخيلوا اكثر من 2000 نمره بسمايتها، داكشي لا يعد ولا يحصى. اما الرسائل مع البنات راه ما يمكنش المواضيع اللي كيتكلم فيهم عليهم. شفت غير شويه تعصبت وغوت وانا نخبط داك التليفون حتى تشتت. قال لي مالك، قلت ليش هادشي، ياك مسحنا الماضي وطلبتيني ورغبتي وحلفتي بكتاب الله. وبقيت كنعاير وقلبت العشاء ونوت الروباله، بديت تنغوت نقول لي دابا عيط لي على بابا. في الاخير غادي يعيط على اخته اللي غادي تجي مع راجلها، جراتني اخته وهو جر راجلها وبدات كتسولني ياك لاباس. عاودت لها كلشي بالتفاصيل وبلي تيصيفط للبنات الفلوس اللي هي كثيره منين كيجيبهم من هادوك اللي كان تيهز من الخدمه. قلت لها خوك راه مبلي بشي حاجه اسمها واعتذر الجنس ومع جميع الفئات. قالت لي واش متاكده من هادشي اللي قلتي، قلت لها اه. بقاو معنا حتى صالحونا، باتوا معنا. صباح مشيت لمدرستي، رجعت تناقشنا عاوتاني على التليفون ديالو اللي خبيتو عليه وكان كله مشتت. خرج ما جا حتى الليل، ما بقاش يدوي معايا. فجيت نقرب ليه بدا تيغوت عليا ويهرس التلفازه وقال لي عطاني اتساع. جمدت في بلاصتي بقيت تنبكي، لبست العبايه ديالي وفي نص الليل خرجت شدي الطاكسي وصلتني للدار وما قلت لماما والو. لغت ليه مشى عند بابا تيدوي معاه. بابا قال ليه خليها معنا ترتاح النفسيه ديالها، راه مضغوطه بالامتحانات وحتى ديروا العرس وترجع عندك. هو خدام وليديا كيتحول انسان ملاك، تيقول لهم لا بغيت مرتي تبقى معايا، ما بغيتش نبقى بوحدي. من بعد 4 ايام غادي يوصلني ميساج من عنده تيقول لي راني تنموت. بابا غادي يدخل غيقول لي راجلك تيموت. قلت ليه مالو، قال لي راه مريض بزاف. قلت له غير خطه باش يرجعني. قال لي بابا لا والله بنتي لا معقول. صونيت ليه لقيتو كيتوجع، قال لي راه جا والديا وراه غادي يدوني للسبيطار دابا. قلت له يعني جايه، مشيت انا واختي ولقيتو فعلا دايرين به. دينا السبيطار شدوه، قالوا لنا بلي خصو يدير عمليه تاع المسرانه. بقيت معاه بت معاه واخا بقى لي غير 10 ايام على امتحانات نتاع اخر سنه على التخرج ديالي باش نسالي. المهم من بعد خرجوه مشيت نقابلو في الدار، ما كان راجع ما والو، كان قابلو بكل شيء ديالو. اما خواتاتو كانوا تيعاملوني خايب لدرجه انه تيدخلوا لبيتي ديال النعاس فاش كنمشي للمدرسه ويتجرؤوا على حوايجي. اي حاجه درتها ما كتعجبهمش، تيقللوا مني قدام الناس اللي تيجيو يزوروا خوهم. صبرت عليهم واحد 5 ايام من هذه المعاناه ديالهم حتى مشاو فحالهم، ودابا بقات 5 ايام امتحانات ومازال ما راجعت حتى شي حاجه. ها هو ولا بخير، تزيرت وضاقت بيا الدنيا وحسيت بلي انني ما واجداش. واحد صحاباتي قالوا لي هاد الايام اللي بقات اجي نبقاو نتلاقاو يوميا نراجعوا باش تقدري تلحقي. قلتها ليه، فعلا كل نهار كندوزو عند وحده من صحاباتنا في الدار، كنحفظو من 8 الصباح حتى 8 ديال الليل. بقينا مستمرين هكاك حتى النهار اللي قبل ما يصبح الامتحان، كنصوني ليه باش يجي يديني والو ما كيجاوبش. قلت للبنات اجي نتمشى واحد شويه قبل ما كل وحده تمشي فحالها، هو اصلا ما عندوش مشكل انني نخرج مع البنات. خرجت معاهم جلسنا شويه، قلت لهم انا غادي نخليكم دابا. صونيت ليه المره الرابعه عاد غادي يجاوبني، قلت ليه اجي ليا. قال لي فين كاينه، قلت ليه بلاصه فلانيه، قال لي خليك شويه. قلت ليه لا غير اجي ليا راه بغيت نرتاح، غدا صباح عندي امتحانات واذا ما قدرتيش انا ناخذ طاكسي. قال لي من الاحسن خدي طاكسي. شويه سمعت بحال شي صوت ديال شي بنت حداه وهو يقطع، قلت لصحاباتي قالوا لي لا راه ما يمكنش. صونيت ليه المره الثانيه، كنسمع الصوت ديال شي وحده كتقول ليه طلق مني وكتغوت وهو يقطع عليا. قلت للبنات عافاكم ديوني للدار، مع كان عندهم موتور
وانا في الطريق قربت للدار سونا ليا وقال لي فين كنجي لك. قلت ليه بلاش راه صاحبتي غادي توصلني. قال لي لا غادي نجي لك. قلت ليه فين انا كاينه وسولته شكون هذيك اللي سمعت صوتها. قال لي لا راه غير زوج ديال البنات اللي كانوا مدابزين وفرقتهم ما تيقتوش. قلت ليه واخا وقطعت. جا طلعت للطوموبيل ما جبتش معاه الموضوع. سولني على نهاري جاوبته ونطق الراس وقال لي راه واحد البنت وواحد الدري كانوا كيدابزوا وفرقتهم. قلت ليه في التليفون قلت لي بلي انه زوج ديال البنات ودابا دري وبنت. ما حاولش انا نحكر عليه. داك النهار بالضبط ما كانش عندي غرض اني نجبد معاه صداع. قلت لي غير مزيان. قال لي نمشيو نتعشاو عند اختي. رفضت حيتاش ما كيعاملونيش مزيان. اصار باش اننا نمشيو. انا رفضت حتى وصلنا حدا الباب نتاع دارهم. هو خرج انا ما بغيتش. شويه خرج من الطوموبيل مشيت بغيت نشد الطاكسي. خواتاتو سمعوا الصدى حدا الباب هبطوا وهو تبعني بالطوموبيل كان بغى يقتلني. هبط منا وبدا يضربني في الزنقه. كلشي تجمع علينا كيفكوا فيه. تخيلوا ماشي بوحدو اللي كان تيضربني حتى من خواتاتو دايرين راسهم تيفكوا فيا وهم هلكوني عصا. حسيت بالحقره بكيت مشيت للكوميساريه ودرت بهم شكايه بثلاثه بهم. ما خرج منها حتى الزوج ديال الليل ولا خدت لي عندي امتحان. كيف غادي يدوز هاد الامتحان؟ ما قدرتش نعيط على خويا حيتاش خفت لا يمشي يضربو ولا نطيحو شي مشكل. بابا حتى هو بعيد. ماما مسكينه ما كتعرف لا فين تمشي ولا فين تجي. اختي مقابله ولادها الصغار. انا بوحدي في كوميساريه كنبكي. غادي يجي عندي راجل اختي وقف معايا حتى جيت للدار. لا غد لي مشيت للامتحان اللي ما درت فيه والو. كلشي تيجاو وانا تنبكي. خرجت انا الاولى التركيز مشى ليا. خرجت لقيتو كيتسناني حدا الباب مره اخرى. بدا كيعتذر مني وكيطلبني كيف العاده. غادي نقول ليه واخ سمحت لك. قال لي عافاك تنازحت اخواتاتي اللي حتى هما ناضوا داروا بيا شكايه. تنازلت ورجعت معاه للدار. نهار على خوه كنزيد نتعلق به ونهتم به ونتهلا فيه وهو نهار على خوه كيزيد يهملني وينفرني. عائلتو قطعوا معايا من ديك الواقعه اللي وقعت. كنحاول نتصل بهم ما تيجاوبونيش. بقيت غير معاه وصاف ولكن علاقتنا ولات بحال شي خليل والخليله ديالو. سمحوا لي ولكن كيجيبني للدار عنده غير من الليل لليل وفي الصباح كيردني عند ماما. بقيت معاه هكاك نهار على خوه وانا صابره. في عيد الكبير قلت ليه اديني البلاد عند ماما راه محتاجاني ونهار ديال العيد اجي اديني لداركم. قال لي صافي واخ هادشي علاش اتفقنا. وفي الطريق داني واحد النمره كتصوني لي وكتصيفط لي ميساجات. النمره اللي ديما كتصوني لي وما كيجاوبهاش. وهنا غادي ندخلوا في حدث اخر طامه كبرى من حكايتي. ديك النمره انا عقلت عليها اللي بدات كتصوني ليه داك النهار مع الثلاثه ديال الليل وكتصيفط ليه ميساجات وما كيجاوبش. دخلنا للدار سولتو عليها. قال لي راه واحد الكليانه لا غد لي عاوتاني كتصوني ليه. جاوب فلان والو ما بغاش. غفلتو وزيت ليه النمره. عاقب ليا وخد ليا التليفون ودبزنا من الكلاخ ديالو بلوكاها في الواتساب والنمره بقات في بلاصه ديال بلوكاج. المهم قبل ما يرجع في حالو قال لي وعديني ما تدويش لديك النمره. قلت ليه صافي كون هاني. تخيلوا ما كانش عندي انني النيه باش ندوي معاها حتى كنلقى لغد ليه بزاف ديال الاتصالات من طرفها. جاني الفضول وقلت ليها الو انا راني مرت فلان. وهي تضحك واحد الضحكه احتقار واستهزائيه. قالت لي اذا كنتي انت مرتو راه حتى انا مرتو واذا كان تيصرف عليك حتى انا كيصرف عليا واذا ساكن معاك حتى انا راه ساكن معايا. بقات كتهضر وكتخسر في الهضره وقطعت عليا. عاودت عيطت لي وانا كل اللي كانت رعب. عافاك اختي شرحي لي شنو واقع. قالت لي عندك واتساب. قلت لها ايه دوزي ليه. قالت لي انا معاه 3 سنين وكنبغيو بعضنا وراحنا مخطوبين. صيفطت لي التصاور ديال الخطبه هي وياه ولكن غير بوحدو بلا عائلته. تخيلوا هاد المراه كبيره في العمر وعندها 3 ديال الاولاد قدي في العمر وهي انسانه خارج على الطريق. صيفطت لي تصاور وبلي هما على علاقه هذه مده وهما مخطوبين وتيقولوا الناس بلي انهم هما مزوجين وعايشين مع بعضهم في دار وحده وتصرف عليها وعلى ولادها وحتى على والديها. عائلتها عارفين بلي انهم هما مزوجين ولكن ما دايرينش العقد. من بعد غادي نكتشف بلي انه العقد ديال راجلها الاول ماسحين فيه سميتو ودايرين سميت هذا الغدار. هي غادي تقول لي بلي دوات لي مرتك. غادي يهز التليفون وعيط ليا علاش دويتي ليها. بدا كيغوت. قلت ليه من حقي انني نعرف الحقيقه. قال لي انا جاي عندك. جا وكتب عليا بزوج ديال الكلمات. السيده راه نصبات عليا وتفلات عليا وهي اللي دات ليا فلوسي ديال الخدمه وسحرها ليا. وعلاش كدوي معاها فلان؟ بغيت غير ناخذ منها فلوسي باش ما يصيفطونيش في الخدمه للحبس. تيقتو هاد المره وبقى فيا وبقيت كنبكي. وقال لي بلوكيها وبروكيتها. غادي رجعني للبلاد. بقات 8 ايام على العيد الكبير تنصوني لي ما تيجاوبنيش نهائيا. ما كيجاوبنيش با ما كتجاوبنيش مو ولا خواتاتو ولا حتى شي حد. تخيلوا هبطت للمدينه تنقلب عليه في الزناقي كيف الهبيله. كنبكي وكنصوني ليه. وصلت الليله ديال العيد الكبير. جاو خوتي تلمات العائله وكيسولوني ما غاديش تعيدي في دار راجلك اول عيد ليا كيف غادي ندير وشنو غادي نقول لهم. درت السبب لانه بابا قال لي ما تعيديش معاهم حتى ديري العرس. غادي نهرب للبيت من هاد الاسئله وصيفط ليه ميساج
قلت ليه اه العار غدا اجي غير يشوفوك، خوتي راه غير جالسين وكيسولوا فيك. صباح العيد اول عيد ليا ما سول فيا، ما شرى ليا حوايج، ما تسوق ليا. دوزت داك الصباح غير بكى وسد عليا، خوتي كيدقوا كيسولوني تنقول لهم راه فيا الوجع غير سمحوا ليا. انا كنت مخبيه على الجيران حيت ما كاين ما نقول ليهم، مخبي الحقيقه على خوتي وعلى امي، ما لقيت ما نقول. في العشيه واجه كبرنا به، عزلته وقلت ليه يلا نمشيو لدارنا باش نقول لخوتي راه كديتيني لداركم. قال لي واخا. كل ما كنت نصرحه بالحقيقه هاد المره كذبت عليهم كلهم وبدون استثناء، حيتاش ما رضيتش. لا غد ليه رجعني لدارنا، من ديك الساعه ما بقيت عرفت عليه والو، كان صوني والو. دازت ايام عاد تفكرني، صونا ليا تلاقيت به مشيت عندو للدار وعقلو مزيان على هاد النهار. من بعد هاد النهار سافرت انا وماما، بدا كل مره تيصوني ليا، فرحت قلت رجع الاهتمام ديالو وهدا الله عليا. جينا متسافره، امي مشات للبلاد وحطني في دارنا اللي في المدينه، وعاوتاني 15 اليوم غادي يخبر غبره وحده. هاد الوقت بغيت نحماق تنقول شنو واقع، وليت لواحد الدرجه انني مدلوله. غير كنصيفط ليه في الميساجات عافاك علاش ما كتجاوبنيش، علاش عائلتك ما كيجاوبونيش، عافاك اش نديرو العرس، عافاك عافاك عافاك. 15 يوم ديال العذاب لدرجه اقسم بالله الا وليت كنضرب راسي مع الحيط وكنتركل وكنغوت. شنو درت؟ هذيك خيتي ولات كل مره كتعيط ليا وكتسولني عليه مباشره. واحد النهار باختصار مفيد غادي نكتشف الصدمه الاولى من خلال الانستغرام بلي ديك خيتي اللي هي في علاقه معاه جارتي ساكنه حدايا واللي ما عمرني ما عرفتها قمه الوقاحه. سكنني حداها، مشيت عندها فين كتسكن وقلت لها تعطينا اتساع وانا راه يلا بديت في حياتي. تخيلوا الصدمه الثانيه شنو هي؟ قالت لي شفتي فلان راه طلقك وانا اللي مرتو دابا. كيفاش وشنو هادشي كتقولي؟ كتحلف وكتعاود. قالت لي يلا نديك عند خواتاتو، ما بغاوش يحلوا لنا للدار. وهي تهضر معاهم في التليفون قالت لهم بالحرف هذيك اللي كتقولوا عليها راه طلقها خوكم ها هي معايا ما طلقها ما والو. تخيلوا دوك خواتاتو تيطلبوا فيها وتيقولوا لها لا ما تثقيهاش راه خويا تلاقاها مع واحد ويطلقها. قلت لها ياك اختي فلانه ماشي حشومه عليكم راني مازال مزوجه به. تيقولوا لها لا راه غير كتكذب عليك راه طلقوا. كلهم كيترعدوا منها. تيقاتني انا وقالت لي اذا جا عندك صوني عليا واذا جا عندي نصوني عليك نتقابلوا معاه باش نعرفوا الحقيقه. سولتها علاش خواتاتو تيطلبوا فيك وخايفين منك؟ قالت لي حيت شاده عليه شي حاجه خطيره اللي ما بغاتش تقولها ليا. انا عييت فضحت كلشي لوالديا حيتاش وصلت به الدرجه انه وقف عليا باب داري. قال لي بابا نجيبوا ليه البوليس. فعلا فعلا مشاو معايا وقفوا عليه وقالوا لي علاش سد عليها. تخيلوا واش غادي يقول لهم؟ راني رافع عليها الدعوه ديال الطلاق. قلت للبوليس انا راه ما فراسي والو. قالوا ليه ما حدها مراتك ما عندكش الحق تسد عليها الدار خاصها تدخل. دخلت مشاو للبوليس وسولتو علاش رفع عليا الدعوه وهو يقول لي غير نسي دابا انا دابا نحيدو داكشي. بدا عاوتاني كيغمق عليا انا حسيت بالخضر وهو خرج ما عاودش رجع داك النهار. الليله الثانيه اللي انا بوحدي مازال في الدار استغليت الفرصه غادي نعيط على با اللي غادي يعيط على المحامي اللي عاود لي شنو كاين وطلب مني باش انا نقلب على شي دليل في الدار وغادي نقلب غادي نلقى فضائح. اش منك يا تصاور اش منك يا فيديوهات في داري في وسط داري واباحيين خصوصا حتى مع هاد السيده شحال من وحده دخلات. لقيت في المحفظه ديالو العقد المزور اللي كان داير معاها. المهم هزيت كلشي رجعت غير لدارنا باش نحط داكشي ونعاود نرجع. غادي نلقى بلي السيد خرج الفراش كله حتى من حوايج يخرجهم وسد الدار. مشيت للدار قال لي الحساس فين غادا؟ قلت لي داري. قال لي راه راجلك خرج كاع الفراش. قلت له لا ما تقولهاش. جلست تما تنبكي تنغوت تنتنخصص. المحامي ديالي قال لي سيري عند البوليس ديري بيه شكايه ودرت محضر. لغد اللي مشينا عند وكيل الملك درت بيه شكايه وحده اخرى نتاع خيانه زوجيه وعطاتو التصاور بالفيديو قبل ما يعيطوا عليه في الولايه. بقى ايام وهو لاصقني كل ساعه جاي واقف عليا في دارنا يصوني ليا ويقول لي يلا نبداو من جديد سمحي ليا وتنازلي على الدعوه. المهم اعترف بالخيانه ديالو وتشد. لغد لي ديك خيتي اللي كانت هربانه غادي يشدوها حتى هي وحتى هي اعترفات ودازو تقديم قدام وكيل الملك. نهار التقديم كنتصدم باللي فعلا مزوج بها. النهار ديال ديك الليله اللي قلت لكم عقلوا عليها هذاك النهار هو اللي تزوج عليا فيه وهذاك هو النهار اللي رفع عليا فيه الدعوه ديال الطلاق. فسول وكيل الملك كيفاش تزوجتي بها؟ تصدمت مازال ما تيقتش تنقول لا راه غير الخليل ديالها. المهم داروا ليه التهمه ديال الخيانه والتزوير تشد في الحبس. مخوتو عاد جاو كيطلبوا فيا ويبوسوا ليا اليدين وجايين للدار كل ساعه. حتى كنت بغيت ندير التنازل ولكن والديا وخوتي ما خلاونيش. حكموا عليهم غير بشهرين وهاد الايام غادي يخرجوا وهذه هي قصتي. انا مصدومه بزاف ما عرفاش كيفاش نخرج من هاد الشيء. حياتي تخربقات ما نجحتش ما شديتش الدبلوم والديا ما فرصهمش لحد الان بلي انني ما نجحتش. لحد الان انا كاتبه عليهم بلي نجحت ولحد الان مازال ما خرج ليا طلاقي. ما انا مزوجه ما انا مطلقه ما انا ناجحه ما انا خدامه عاطيها غير البكاء والحزن. هاد السيد تفلى عليا باسم الزواج ودار فيا ما بغى. صبرت الخيانه الكذوب الحقره قلت المعامله التخرويط ديالو ما كنتش باغا نطلق حيت كنت كنبغيه حتى تصدمت باللي مزوج عليا. انا محتاجه اراء كل من غادي يسمع هذه القصه محتاجه اللي يوجهني حيت انا دابا ما عارفه لا من راسي لا من رجلي.
وهذه هي حكاية فاطمة الزهراء، حكاية طويلة وتفاصيل اليوم ما كيتسالوش. واش فراسكم يا مشاهدين يا كرام انني ما عرفش اش من عنوان نعطي لهذه الحكايه، واش غدر ولا خيانه ولا فساد ولا حقره، كل شيء تجمع في حكايه واحده. انا ما عرفش هذا النوع من الذكر شنو تيحسب لي عند راسه فانه باسم الزواج غادي نوض يدير هذا الشيء كله. والسؤال اللي ما لقيتش ليه جواب فراسي، علاش تزوج بها ولاي هدف بما انه كيدير اللي بغى من خيانه وفساد؟ المهم لا يهم دابا الماضي، لانه شحال مطل الزمان سيمضي. والحمد لله يا فاطمه الزهراء، ربي راك يداوي الجروح بالنسيان. رسالتي لك ولكل من يمر بشي ظروف بحال ديالك، هادشي اللي عشتيه ما سميتوش حب، سميتو تعلق بشخص خطا. هادشي اللي وقع لك انت اليوم انت سبب فيه، لانه لما كيغلط الطرف الثاني مره وزوج وثلاثه عرفي ان هذه طبيعته، ما غاديش يبدل عليك. دابا ما احترمتيش راسك، ما قدرتيش ذاتك، داكشي اللي خلاه يوصلك لهادشي اللي انت فيه اليوم. الخيانه في نظري ما كنسمحوش فيها، كنسدوا الباب على اللهان، كنطويو الصفحه. كان عندك انذار قبل الزواج ولكن سمحتي وتسهلتي، العالم ما كيتوقفش على رجل خائن ولا على حتى شي حاجه. ما نجحتيش، سيري قلبي على صنعه، على خدمه، قوي راسك وطلعي من جديد كانه شيئا لم يكن. ولو كان ما تنازليش على راسك، ما تنازليش على مستقبلك، وعيشي الحياه بحلوها ومرها، تقبليها، ما تنازليش عليها من اجل خائن، ما تنازليش على انسان ما كيستهلكش. كوني قويه كالفولاذ ايا كان شعورك، اشتغلي، قاتلي، جدي، انطلقي وما توقفيش، واستقلي بذاتك. اي حاجه كيمر منها الانسان فيها خير كبير اللي ما عرفتيش اش من خير ربي مخبي لك من موراها، وهذه هي نصيحتي لك. ما كرهتكمش يا متابعين يا كرام، في التحت تخليو نصائح لفاطمه الزهراء لان محتاجه انها تسمعهم وشنو دير. شكرا لكم وحضروا ريوسكم، دمتم في رعايه الله وحفظه. سلام سلام.